السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة سناء الهادي. في فيديو النهاردة هنشرح الكيميكال رياكشنز بدءا من الصفر لحد لما نوصل مع بعض إن هي تبقى أسهل حاجة بالنسبة لنا. أكتر سؤال بنتمنى إن هو يجي متكرر في الامتحانات بحيث نقدر نجاوبه كويس جدا 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 جدا. خليكم معانا. في بيزكس كده لازم أبدأ أعرفها قبل ما اشتغل على الكيميكال رياكشنز. هعرف حاجة اسمها فالنسي، وانا حاولت اجمع على قد ما اقدر الالمنتس اللي هي commonly used بحيث انها تبقى قريبة دايما لأذهاننا. طبعا في حاجات تانية كتير بالتكرار هتعرفوها. لازم اعرف فالنسي يعني ايه اصلا. فالنسي ده اللي هي بيبقى عبارة عن ان عندي اتوم عندها ميل او تندنسي ان هي يا اما جين الكترون او لوز الكترونز او انها تعمل شيرينج. كل اتوم على حسب الالكترونيك كونفيجريشن او التوزيع الالكتروني ليها بتقدر تحدد هي مونوفالنت او دايفالنت او ترايفالنت and so on. تعالوا نشوف يعني شوية elements كده جمعتهم في المونوفالنت. هنلاقي اول واحد دوت الصوديوم، ده كده صوديوم، و طالما قلت مونوفالنت يبقى هي عندها تندنسي ان هي يا اما تلوز 1 الكترون او جين 1 الكترون، بس هو ميتال فبيبقى لوز 1 الكترون، فيبقى ان اي عليها بوزيتيف 1. وبعد كده عندنا السيلفر اللي هو اي جي بوزيتيف 1، بعد كده بوتاسيوم اللي هي كي، بعد كده كلورايد دي عليها اشاره نيجاتيف نيجاتيف 1، والهيدروجين عليها 1 بوزيتيف تشارج. طيب الدايفالنت اللي هو الكولم اللي في النص دوت، عندنا اول واحد مغنيسيوم عليها 2 ساين او بوزيتيف ساين، الكوبر، وبعدين الكالسيوم، وبعدين الاكسجين، وبعدين اخر واحد اتش جي ده اسمه ميركوري. تمام، يبقى الاتش جي عليها اشارتين بوزيتيف. طيب هنروح بقى للترايفالنت، اشهر مثال فيه هو الالومنيوم. اي هوب ان احنا نحاول نحفظ دول، هما elements قليلين جدا بس more يعني most commonly used. تمام، على الاتوميك جروبس كان ليها ديفينيشن بس مش مشكلة دلوقتي. خلينا بس ناخد الاكزامبلز المشهورة زي السلفيت، وهي السيمبول بتاعتها SO4 والفالنسي بتاعتها 2 عليها اشارتين نيجاتيف. بعد كده بتيجي الكربونات CO3 وعليها اشارتين نيجاتيف. نروح للهيدروكسيد OH عليها اشارة واحدة نيجاتيف. هنتكلم على النيتريت انه O3 وعليها اشارة واحدة نيجاتيف. نكمل برضو في نيترايد انه O2 عليها اشارة واحدة نيجاتيف. في الامونيوم ان H4 بوزيتيف، دي عليها واحدة بس بوزيتيف، و PO4 اللي هي نيجاتيف 3 دي مجموعة فوسفيت او اتوميك جروب اسمها فوسفيت. الكلام ده لحد دلوقتي هو حفظ زي اسمك، هيساعدك كتير جدا 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 وانت بتشتغل على الكيميكال رياكشنز والإكويجنز. طيب نتكلم على حاجة اسمها كيميكال فورمولا او اسماء الكومباوندز، ازاي بقدر اكتبها. هناخد اكزامبل حاجة اسمها صوديوم سلفيت، هكتبه ازاي؟ تحت كلمة صوديوم هكتب السيمبول بتاعتها اللي هو Na. تمام، تحت سلفيت احنا حفظنا كذا اتوميك جروب، ده من ضمنها هيبقى مثلا SO4. اكتب تحت الصوديوم الفالنسي بتاعته، احنا قلنا عليه مونوفالنت يعني هكتب 1، تحت السلفيت هكتب 2، وبعمل اكس تشينج ببدل يعني علامه الاكس دي اللي تحت دي تكتبه هنا واللي تحت دي تكتبه هنا، بقت Na2SO4. تقدر تمرن نفسك تكتب اكتر من كيميكال فورمولا، تقترحها على نفسك وجرب وتمرن. يلا نشوف حاجة مهمة تانية اسمها Chemical Activity Series، ودي فيها بيحصل Arrangement للميتلز Descending according to the degree of chemical activity. يعني ايه briefly؟ تعالوا نشوف. عندي جبنا الميتلز رتبناهم من المore active لحد less active، وعندنا في النص هنا او يعني في جزء فيها ده الهيدروجين. هيدروجين طبعا احنا عارفين انه نون ميتال. طب ليه جاء فيهم؟ عشان ده زي ريفرنس كده بنقارن، اللي قبل منه يبقى سترونجر يقدر يعمل ريبليسمنت للهيدروجين، واللي بعد منه هيبقى ويكر يبقى ما يقدرش يعمل له ريبليسمنت او يحل محله في الكومباوند. يبقى تعالوا نقراها بسرعه. بوتاسيوم صوديوم باريوم
كالسيوم، مغنيسيوم، ألومنيوم، زنك، أيرون، تين، ليد، هيدروجين، كوبر، ميركوري، سيلفر، بلاتينم and gold. والسيمبولز موجودين معانا برضو في نفس الدياجرام. I hope ان احنا نحفظهم بالترتيب لان مهم جدا جدا جدا. types بقى of chemical reaction، عندنا 3 main types، 3 انواع رئيسية. اول حاجة اسمها thermal decomposition اللي هي دي. يعني ايه thermal؟ thermal ليها علاقة بالheat او بالtemperature. يعني يعني compound هعرضه لtemperature عالية جدا هسخنه فهيحصل له breaking down. كلمة decomposition يعني breaking down. يبقى معنى thermal decomposition على بعضها breaking down of compounds by the effect of heating. طيب هناخد examples عليها، بس خلونا نقول الاول types يعني briefly كده. اول حاجة قلنا thermal decomposition، تمام. طيب الحاجة التانية، في حاجة اسمها substitution reaction. وكلمة substitution معناها ان حاجة بتعمل replacement الحاجة تانية، بتمشيها وتقعد مكانها. تالت نوع اسمه oxidation reduction reaction، وهنتكلم عنه in full details. تعالوا نروح لأول نوع اللي هو thermal decomposition، اهو نتكلم بقى عنه briefly كده في كام equation يفهمونا الconcept بالظبط عامل ازاي. اول example معانا حاجة اسمها HGO، وده compound لونه red. لما بعمل له heating بيحصل له decomposition يعني تكسير، هكسره لجزئين. ايه هما جزئين؟ هو اسمه HGO، هيتكسر ال HG هتبقى لوحدها اهي اللي هو mercury. احنا عارفين الميركري ده لونه silver، ده اللي موجود جوه الثرمومتر. بلس هيتفضل عندي O، بس ال O اللي هو الأكسجين، كل الجازس اللي هي مش نوبل جازس، الجازس العادية بتبقى داي أتوميك، يعني في صورة اتنين أتوم مع بعض، فلازم يكون في صورة O2. خلينا نتكلم برضو نفكر بعض، في عندي الهيدروجين جاز السيمبول بتاعته H2، النيتروجين جاز هتلاقيه N2، ومعانا هنا الأكسجين برضو O2. طيب تعالوا نشوفها كده واضحة. يبقى 2HGO by heating هيتكسر يديني 2HG plus O2 evolved. evolved لأنه جاز فبيحصل له evolution يعني بيتصاعد فوق. طيب ناخد الإكويجن اللي هي التانية، بتقول إيه؟ بتقول لي copper hydroxide. إزاي نكتبها؟ copper Cu وقلنا عليه 2 positive sign، والهيدروكسيد كنا شايفينها في الأتوميك جروبس عليها 1 negative sign وبدلنا، يعني كان تحت الكوبر كتبت 2 وتحت الـ OH كتبت 1 وعملت exchange زي ما تعلمنا. يبقى الكوبر هيدروكسيد هعمل له heating هيتكسر هيديني CuO2O، ده water بس water vapor مش water عادي، مش في صورة liquid لا في صورة gaseous. طيب هعرفهم ازاي الحاجات اللي هتطلع لي دي؟ لو انت عندك الكوبر هيدروكسيد او كوبر كربونيت او كوبر سلفيت، كل دول لما بيتكسروا اول كومباوند بيطلع بيبقى الميتال اوكسايد. يعني لو انت عندك كوبر هيدروكسيد هيديك كوبر اوكسايد، طب كوبر كربونيت هيديك كوبر اوكسايد، طب كوبر سلفيت هيديني كوبر اوكسايد. ليه ما ادانيش هنا اوكسايد؟ لان هو اوكسايد اصلا، يعني HGO هو في صورة اوكسايد، اما يتكسر يديني اوكسايد ما ينفعش، فانا مضطر يطلع لي الاليمنت نفسه اللي هو الHG. يبقى briefly الكوبر هيدروكسيد، الكوبر كربونيت، الكوبر سلفيت او اي حاجة غير الكوبر يعني ميتال مكان الكوبر هيديني الميتال اوكسايد، تمام. طيب يبقى خلينا الاول في الكوبر هيدروكسيد، هيديني كوبر اوكسايد بلس اللي اتفضل عندي OHO2، ده معناها ان هيديني H2O. طيب خلينا بقى في الكوبر كربونيت by heating، قلنا خلاص فرغنا من ان هي يديني copper oxide plus اللي هيتفضل عندي CO2 اللي هي carbon dioxide gas وده evolved. طيب copper sulfate برضو by heating قلنا هيديني copper oxide plus اللي هيتفضل عندي SO3 وده اسمه sulfur trioxide، وده اول لما بيلاقي water بيتحد معاه ويديني H2SO4 اللي هو ده اسمه sulfuric acid. I hope ان الجزء ده يكون واضح. في colors كده قدامنا حاولوا تحفظوها، اساسية جدا. يعني basically ان انا اعرف ان الكوبر هيدروكسيد لونه بلو، ان الكوبر اوكسيد لونه بلاك، ان الكوبر كربونيت جرين، ان الكوبر سلفيت لونه بلو،
الحاجات دي مهم جدا جدا جدا. Enrich your knowledge. طيب نروح بقى لحاجة اسمها substitution reaction. وقلنا substitution يعني حاجة بتمشي حاجة تانية وبتقعد مكانها. طيب احنا قسمناه لنوعين رئيسيين، حاجة اسمها simple substitution وحاجة اسمها double substitution. الحاجة اللي عايزين نعرفها ان substitution reactions depends on chemical activity series، اللي هي كانت بترتب الelements accord او المتالز according to their chemical activity descendingly. تعالوا نشوف in full details. لو هنتكلم على simple substitution reactions هقسمها النوعين عشان تبقى واضحة بالنسبة لي. كلمة simple substitution يعني element واحد بيعمل replacement لelement تاني، ده من اسمها simple. طيب الelement ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون metal هيمشي هيدروجين ويقعد مكانه. طب السورس اوف هيدروجين ممكن يكون حاجتين، الهيدروجين هيجي لي منين؟ يا اما من ووتر، لان الووتر انا ممكن اسميها هي H2O يعني كانها H2OH، يعني الهيدروجين دي اللي هتطلع وفي element تاني هيحل محلها او metal هيجي مكانها. طيب ممكن يكون عندي dilute acid، واحنا عارفين الاسيدز في الديفينيشن القديم بتاعها ان هي لازم بيبقى فيها ايه؟ positive hydrogen ion. طب تعالوا نتكلم briefly على اول حاجة. لو هتكلم على replacement of water يبقى metal substitution of the hydrogen of water. احنا قلنا هاخد الاكزامبل اللي هو ده، عندي صوديوم plus H2O اللي هي water. احنا لسه قايلين ان الووتر عبارة عن HOH، طبعا الهيدروجين ده بيبقى positive والهيدروكسيد بيبقى negative، واحنا عارفين ان الصوديوم بيبقى carrying one positive charge، والصوديوم مكانه في الكيميكال اكتيفيتي سيريس قبل او بيسبق الهيدروجين، ده معناه ان هو ممكن يشيل الهيدروجين ده هو ويقعد مكانه، يعني هتبقى بالشكل ده. يعني همشيت الهيدروجين واحط مكانه صوديوم، تمام؟ فيبقى اللي طلع لي ازاي ان A plus 2H2O اتحولت ان بقت NaOH plus الهيدروجين جاز اللي اتفضل evolved. احنا قلنا مشينا من هنا الهيدروجين، الهيدروجين ده يروح يعمل ايه؟ يبقى هيدروجين مع اتوم مع هيدروجين اتوم تاني يعمل لي هيدروجين جاز، وده بيبقى evolved. طيب نروح بقى للديليوتد اسيدز، لما بيحصل ريبليسمنت ميتال بتخش مكان الهيدروجين بتاعت الاسيد. تعالوا ناخد الاكزامبل كده ببساطه. لو عندي اسيد زي مثلا ديليوت HCl، عندي ديليوت HCl فكأنه هو H positive و Cl negative، ناخد مكانه معاه بقى الزنك ZN. ZN دي هي stronger than الهيدروجين فهتمشي الهيدروجين وهتقعد مكانها، تمام؟ بس خلي بالنا من ان ZN عليها 2 positive charges، ده معناها انها محتاجة 2 كلورين، يعني هتبقى ZN Cl2 والهيدروجين اللي مشي هيبقى evolved. طب نروح لل AL، ال AL هتعمل replacement للهيدروجين فهتبقى AlCl3، عشان ايه؟ عشان الكلورين او الكلورايد مونوفالنت والالومنيوم ترايفالنت. ارجع لاول الفيديو عشان تفتكر الفالنسي كويس جدا، هيساعدك في الرياكشنز دي، وقلنا الهيدروجين جاز والايفولف. طيب نيجي بقى للكبر، والكبر ده قصة كبيرة ومش هيعمل لنا رياكشن. ايه السبب ترتيبه في الكيميكال اكتيفيتي سيريس؟ وتعالوا نرجع ونشوف فين الكبر. الكبر اهو مكانه فين؟ مكانه بعد الهيدروجين، معناها ان هو weaker than hydrogen. طالما weaker يبقى ما يقدرش يزق الهيدروجين ويقعد مكانه biologic كده، طالما بعد الهيدروجين يبقى ما يقدرش يعمل له replacement او substitution. نرجع بقى، يبقى لما اجي افاعل الكبر مع الهيدروجين كلورايد او ال HCl يبقى الديلوت هيدروكلوريك اسيد مش هيحصل رياكشن تماما، لان الكبر قلنا less active than hydrogen. نروح بقى لميتال سبستيتيوتد another one،
in salt solution اللي هي دي، يعني metal بيجي محل metal تاني. عندنا example، عندنا example المغنيسيوم لو هعمل لها reaction مع الكوبر سلفيت، والكوبر سلفيت ده لونه بلو، فهلاحظ مع مرور الوقت ان انا عندي ظهر reddish brown precipitate of copper. ازاي بقى؟ ان الام جي عملت replacement للكوبر، فبقت MgSO4 والكوبر هيحصل له precipitation يعني هينزل لي لتحت. تمام، نروح بقى لدبل سبستيتيوشن. ومن اسمها دبل يعني كل البرود الرياكتنت بتبدل مع بعضها عشان تطلع لي البرودكتس. تعالوا نشوف كده اكزامبل عليها، او هي متقسمه لثلاث انواع. اول حاجه اسيدز اند الكاليز، ولو عندي اسيد اتفاعل مع الكالي فانا هسميه نيوترلايزيشن رياكشن، ولو حصل عندي نيوترلايزيشن رياكشن يبقى البرودكت لازم تكون سولت اند ووتر. تعالوا نشوف الاكزامبل معانا. عندي HCl وده هو الاسيد، و NaOH ده ريبريزنت الالكالي، فالطبيعي ان هيحصل عندي سبستيتيوشن، يعني ال H هتروح مع ال OH وهذا هيطلع لي ادي ووتر، وعندي ال Na لما هتتفاعل مع ال Cl دي المفروض NaCl دي Cl، تبقى كده واضحة، دي المفروض NaCl يعني صوديوم كلوريد، NaCl plus H2O صوديوم كلوريد، صوديوم كلوريد ده اسمه تيبل سولت، صوديوم كلوريد ده اسمه تيبل سولت. طيب نروح بقى للأسيدز and salts. لو عندي أسيد زي HCl هفعله مع السولت اللي اسمه صوديوم كربونات، هيحصل دبل سبستيتيوشن. يعني ايه؟ يعني ال Na هتروح مع Cl، وال H المفروض انها هتروح مع CO3، بس انا ما عنديش حاجة اسمها كربونيك أسيد في صورة ثابتة، فهيتفك بسرعة ويديني هيدرو ووتر بلس كربون دايكسايد، يبقى البرودكت اللي طلعت لي صوديوم كلوريد ووتر وكربون دايكسايد. تالت حاجة لو عندي تو سولز ويل رياكت توجذر زي الصوديوم كلوريد لما تتفاعل مع السيلفر نايتريت، فيحصل برضو دبل سبستيتيوشن، يعني ال Na هتاخد ال NO3 وال Ag هتاخد ال Cl، وال AgCl ده اسمه سيلفر كلوريد ده بيدي وايت بريسيبيتيت. تمام، اي هوب برضو انها تكون واضحة. لو رجعت لأول الفيديو ركزت فيه كويس جدا 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 في التحضير للكيميكال رياكشنز هتلاقيها سهلة جدا معاك. اخر حاجة بقى هنتكلم على اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، ولازم نعرف ان هو كان فيه اولد كونسبت لتعريف الاوكسيديشن ريدكشن، وده كان عبارة عن ان بيعتمد على gaining oxygen يبقى ده حصل oxidation، او gaining hydrogen يبقى ده حصل reduction، وده الconcept ده ما بقيناش بنعتمد عليه recently. recently احنا بنعتمد على الالكترونيك concept. بنقول ايه بقى؟ بنقول لو انا حصل عندي gaining electrons يبقى حصل عندي reduction، لو حصل عندي losing electrons يبقى انا حصل عندي oxidation. لازم تعرف ان الoxidation والreduction بيحصلوا في نفس الوقت، يعني لو في عندي ما element او compound بيتفاعل مع compound تاني وحصلت عندي process of oxidation، لازم يكون في نفس الوقت بتحصل process of reduction. طيب نشوف اول concept كده example عليه. اول concept بيتكلم على gaining oxygen or hydrogen، فهنفاعل ال H2 اللي هو هيدروجين بلس كوبر اوكسايد باي هيتنج، الطبيعي ان هو هيديني كوبر بس بلس ووتر. تعالوا نتكلم على كل حاجة حصل فيها ايه. الهيدروجين كانت H2 اتحولت ل H2O، معناها انها زاد فيها اكسجين، يعني هنا بقى عندي اكسجين زيادة، يبقى حصل ايه للهيدروجين؟ حصل له اكسيديشن. طب نتكلم على الكوبر اوكسايد. الكوبر اوكسايد كان كوبر اوكسايد وبعدين بقى كوبر بس، معناها ان هو لوز اكسجين، معناها ان حصل له ريدكشن. تعالوا نروح بقى للكونسبت الجديد. عندي 2Na plus Cl2 فهيديني 2Na positive plus 2Cl negative. ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف الالكترونيك كونفيجريشن اصلا بتاعت الصوديوم. الصوديوم بيبقى
11 فهنوزعه يبقى 2 8 1. احنا عارفين ان كل الاتومز او most of atoms tend to reach the octet formula. octet يعني ان اخر energy level فيها يكون فيه 8 زيها زي النوبل جازز عشان تبقى كده stable وكويسة. فهتعمل ايه؟ الصوديوم عندها tendency انها تلوز الالكترون الاخير دوت، فهتبقى عليها 1 positive charge زي هنا. طب والكلورين؟ الكلورين لو وزعته لقيه 2 8 7. عشان توصل للأوكتت بسهولة محتاجة تاخد أو gain 1 electron، فهتبقى 2 8 8، معناها أنها carrying 1 negative charge. يبقى الصوديوم حصل لها إيه؟ حصل لها أنها lose electron، يبقى حصل لها oxidation. طب والكلورين؟ gained electron، يبقى حصل لها reduction. تمام؟ طب يبقى الحاجة اللي عملت زي الصوديوم كده مثلا، هي فقدت الكترون ولا كسبت الكترون؟ الصوديوم لوز 1 الكترون، تبقى هي ريديوسينج ايجنت. طيب الكلورين جيند 1 الكترون، تبقى هي اوكسيدايزنج ايجنت. نركز قوي في الحته دي، صوديوم ريديوسينج ايجنت والكلورايد هيبقى اوكسيدايزنج ايجنت. اي هوب ان اكون قدرت اوصل المعلومه بسهوله، واتمنى ان انتوا يعني الحاجة اللي مش واضحة اكتبوها لي تحت في الكومنت وان شاء الله ارد عليكم. لو ما كنتوش عملتوا سبسكرايب للقناة حاولوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد ينزل ان شاء الله. Thank you for watching، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.